يا اخوان اول شيء الف الف مبروك اللي بتفكر المغرب فايزة بالحظ ولا واصل هون بالحظ، ترى اسمع الافرقة اللي فازت عليها يعني دفاع نار، حارس مش طبيعي الحارس يا اخوان، قسم بالله والله بيقدر ياخذ كأس العالم. لا تقول لي حتى على فرنسا معلم، ترى فريق البرتغال واسبانيا قوايا كثير والله قوايا، مش الفريق مش رونالدو، ترى برونو وسيلفا ومش عارف مين، الفريق كثير قوي. يسعد دين راحونا والله اول مرة يا شباب اسمعوا شو رايكم اذا وصلت النهائي، اذا وصلت النهائي اللي روح احضرها بالملعب، مسكت على حفنة هالشيء.